متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. بنتلي موتورز هي شركة إنجليزية لصناعة السيارات الفاخرة، تم تأسيسها عام 1919 على يد الأخوين والتر أوين بنتلي وهاريس بنتلي. وفي أكتوبر من العام نفسه وفي ورشة عمل بالقرب من شارع بيكر في مدينة لندن، تم تصنيع أول سيارة بنتلي ذات محرك مكون من 4 أسطوانات و16 صماما بسعة 3 لترات، وهي أيضا أول سيارة تحمل شعار بنتلي المجنح الذي لا يزال يخلد تاريخ الشركة العريقة على كل سياراتها التي أصدرتها منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. يقع مقر الشركة بمدينة كريو البريطانية، وكانت بداية الشركة واعدة إلا أنها بيعت بالكامل إلى شركة رولز رويس عام 1931، وظلت تابعة لها حتى تم بيعها لمجموعة فولكس فاجن عام 1998. وتضمنت صفقة الاستحواذ على كل من منشآت التصنيع والإدارة وكذلك العلامات التجارية لروح إكستاسي الطائرة وشبكة التهوية الأمامية الشهيرة لرولز رويس، إلا أن الصفقة لم تتضمن شراء اسم أو علامة رولز رويس نفسها. وتمكنت الشركة خلال تاريخها الطويل الذي امتد إلى 98 عاما من الحفاظ على النهج التصميمي ذاته لسيارتها المرتكزة على عناصر الحرفية اليدوية الماهرة، حيث تتميز سيارات بنتلي بكونها مصنعة يدوياً، ويتم إنتاج الغالبية العظمى من سيارات الشركة بقاعدة الإنتاج الرئيسية بكريو البريطانية، إلا أن عدداً بسيطاً من طرازات كونتيننتال فلاينغ سبير يتم تجميعها بقاعدة بناء في ألمانيا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.